كيف الحال؟ بخير. كان عاما لا يصدق بالنسبة لك، عام لا يصدق صراحة، ليس فقط بالنسبة إلي كمدرب، ولكن بالنسبة أيضا لكل اللاعبين. بعد أكثر من 30 سنة و 40 سنة من التجربة، فهناك جودة حققنا بها، ليس فقط الألقاب، يبقى هناك لقب على المحك، لكن حققنا الكثير من الألقاب. وك في تجربة هذا لقب مهم جدا، حاول الفريق أن يقدم أمور ممتازة، والموسم لم ينته بعد، تتبقى مباراتان. هناك مباراة في البطولة، ونريد أن نحقق 100 هدف في البطولة وننهي الموسم بدون هزيمة، وبعد ذلك نستعد لنهائي كأس الملك. كيف كان العمل بالنسبة إليك لكي تحقق كل هذه الألقاب وهذه الأرقام وكل شيء يعني، وهذا الرقم القياسي من النقاط؟ فيما يخص الهلال، فهذا هذه أرقام قياسية على مستوى النقاط، على مستوى الانتصارات، عدم تلقي أي هزيمة. إذا فزنا بالكأس فستكون هناك ثلاثية في الألقاب المحلية في السعودية، وبالنسبة إلي هذا سيكون ثاني لقب، فأنا معتاد نوعا ما، فقد فزت باللقب الثاني. لم أفز بهذه الطريقة، بهذا الهامش من الفارق مع الخصم. أنت شخص دائما جاد، هل تستمتع بهذا الوقت الذي تعيشه الآن؟ أنا نعرف أن كرة القدم لا يعترف بالجميل، فتتغير الأمور بسرعة، فأنت تعيش موسما رائعا جدا، وقد يتغير الحال، ويجب أن نتجاوز هذا الأمر لكي نقدم أفضل وأحسن للعام القادم. هذه هي التحديات التي يبحث عنها المدرب، عليه أن يواجهها. علينا أن نحصل على أن ندرس جودة خصمنا، لأنه يمكن أيضا أن يكون أكبر خصم بالنسبة لنا هو الهلال نفسه. ماذا تقول لأنصار الهلال؟ أنصار الهلال في السعودية خصوصا لدينا الدعم الكامل من المشجعين، نلعب دائما في الملعب مملوء عن آخره من أنصار الهلال، وفي أي مكان كان في السعودية، وكاننا دائما في الرياض، فهم كانوا دائما اللاعب الثاني عشر ومهما جدا، ومباراة بعد مباراة كانوا دائما يدعموننا، وهم جزء من الفريق، ومن أجلهم نحن نلعب ونعمل، ومعهم نعاني أيضا لما ننهزم، وبالتالي نتشارك كل شيء. نحاول دائما أن نمنحهم رضا، فرحة وسعادة، ونتشارك معهم الليلة في هذا الاحتفال بدوري السعودي، بلقب الدوري السعودي، لأن بالنسبة إلي فهذا واحد من أهم الألقاب التي يطمح إليها أي مدرب، لأن البطولة تتطلب الكثير من العمل، ونريد أن نستمر في الفوز وفي الانتصارات. مهم جدا بالنسبة للجمهور أن يستمروا بشغفهم هذا، وأن يكونوا قريبين من اللاعبين، فأنهم مهمين جدا، لأنهم مهمون جدا بالنسبة إلينا كانصهار بين اللاعبين والمشجعين، هذا شيء مهم جدا لأي فريق. مشكور جدا، جزيل الشكر، أشكركم أنتم أيضا، ونهنئ الجمهور لتحقيق اللقب.